بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في فيديو جديد من فيديوهاتكم. هنفتح 234 وناخد الجزء الثاني من الدرس الثاني في الوحدة الثانية. طيب تكبر. تيتان فورم أنت تستعلم سيغ لا ناسوناليتي دي أنتوريستا، عن جنسية سائح. فهقول له إيه؟ هقول له كاليتا ناسوناليتي، ما جنسيتك؟ وهقول له تي بيلجو تاليان، انت بلجيكي ولا ايطالي؟ داكو. طبعا بشكر الجميع وخاصة اللي كان دايما بيطمئن على صحتنا، ومرسي لكم وعلى مشاعركم الرقيقة. تونوفو سيبر كوبا، يعني صديقك الجديد على النت باغ لدوسانا سوناليتي بيتحدث عن جنسيته، فبيقول ده انا من اصل روسي، وبيقول جي سوي دو فرانس، انا بكون من فرنسا. لا، هيقول جي سوي اولاندي، لانه بيتكلم عن الجنسيه نفسها، فاولاندي يعني هولندي. في العباره اللي بعدها تيتان فورم، يعني انت تستعلم تيتان فورم، انت تستعلم سور لا بوزيسيون دو لا فرانس، عن موقع فرنسا. فبتقول على اي قاره بتكون فرنسا، وبتقول فرنسا بتقع فين. في الجملة اللي بعدها تي انديك، انت بتشيد لبوزيسيون دو تون بيي، عن موقع بلدك. فبتقول طبعا سيان اوروبا، هي بتكون في اوروبا، وبتقول ده هي بجانب بلجيك، سي كوتي دو لا بلجيك. طيب تي ديموند ا ان توريست، يعني انت بتسال سايح سالونج عن لغته. فبتقول له ايه؟ بتقول له كيل لونج بارلتي، او جو بارل عربي توا، يعني اي لغه انت تتحدث، انا بتحدث العربيه وانت. الجمله اللي بعدها تونامي تي دي موند تالونج، يعني صديقك بيسالك عن لغتك. فانت هتقول له جو بارل ايطاليا، يعني انا بتحدث الايطاليه، وسي لالمون، انه الالماني، لان دي اللغه. تي دي موند تونامي، يعني انت تسأل صديقك لا كابيتال دو لا فرانس، عاصمة فرنسا. تي دي انت بتقول له كالي لا كابيتال دو لا فرانس، يعني ما عاصمة فرنسا، ولا كابيتال دو لا فرانس سي كوا، عاصمة فرنسا هي ايه. تونوفو كوبا سيبر كوبا، يعني صديقك الجديد تي دي موند تون ادريس، بيسألك عن عنوانك. ال دي هو بيقول، صديقك بيسألك عن عنوانك، فهو بيقول لك ايه؟ تابيتو، طب تسكن فين؟ او كالي تون ادريس، ما عنوانك. في الجملة اللي بعدها تي انديك، انت بتحدد او بتشير تانو فال ادريس، عن عنوانك الجديد لصديقك. فبتقول له سي ترونتري اكزافيير، 30 شارع اكزافيير، او بتقول له سي او كارتير اوبرا، انه في حي الاوبرا. طب هو بيسكن؟ لا. انا بروح؟ لا. انا بزور؟ ما تمشيش. تونامي صديقك تي ديموند كوبا سي كوا، بيسألك كوبا هي ايه؟ طبعا احنا عارفين ان كوبا دي جزيرة او دولة، ماشي، فانها جزيرة، وطبعا هي دولة مش قارة، طبعا مش مدينة، فهي طبعا دولة عندنا. تون نوفو كوبا صديقك الجديد ايش نوا، بيكون صيني، فبتقول هو ولد في الصين، ماشي، وكمان هو بتقول طبعا هو بيسكن في الصين. تي ديموند تون امي، انت بتسال صديقك لو تون، عن حاله الجو، كيل في دون سون بيي، اللي بتكون في بلده. فبتقول له طبعا ديكري لو تون دو تون بيي، اوصف الطقس ببلدك، او ايه في كال تون، يعني ايه ما حاله الجو. تي ديكري، انت تصف تون بيي بلدك، فبتقول بلدي دي رائعه، اللي مانيفيك، اللي تورستيك، يا سياحيه، ده وصف البلد، بجيب صفه، مش هتقولي انها مصر، ولا انا ولدت في فرنسا، ولا انا بذهب للصين. تي ديكري لو كاركتير دو زابيتون دو تون بيي، يعني انت تصف سمات سكان بلدك. فطبعا هم جونتي، جونتي يعني لطاف، هم سوسيابل، هم اجتماعيين كده، سوسيابل طبعا. طبعا لو انا بوصف الشكل الجسماني، هبدا اقول بقى اللي هم يعني عينيهم بتكون سمراء، او هم مفتول العضلات، او هم لونهم قمح. تي دي موند نو تي دون دي انفورماسيون، انت تعطي معلومات سيغ لا فرانس، عن فرنسا. تي دي انت بتقول سي تان بي اوروبيان، انها بلد اوروبيه، وكمان بتقول اون بارل فرونسي،
يعني احنا بنتكلم فرنساوي. دكتور. تي دون دي زانفورماسيون سور لا شين، يعني انت بتعطي معلومات عن الصين. تي دي انت بتقول، طبعا انت بتقول بكين دي العاصمة بتاعتها، وبتكلم ان الناس بيتكلموا فيها طبعا شنوا صيني. تنفيت تون سيبر كوبا، يعني انت تدعو صديقك على نت لزيارة بلدك، فبتقول له طبعا فيان فيزيتي مون بيي، تعال زور بلدي، انا بدعوك لزيارة مصر. تون امي تي ديموند، يعني صديقك بيسألك او فاتي سي ويكوند، يعني اين تذهب في عطلة نهاية الاسبوع، فانت بتقول له طبعا جوفي لا مير، انا بروح البحر او بسافر الى القرية، جو فواياج ا لا كومباني. في الجملة اللي بعدها تي ديكري لو تون كالفي دون تون بيي، يعني انت تصف الطقس في بلدك، فبتقول طبعا ايل في بليفيو، يعني الجو ممطر، او بتقول اليا دي فون، يوجد رياح. تي دون دي زانفورماسيون، انت تعطي معلومات سيغ تون بيي عن بلدك، فبتقول هي بتقع في افريقيا، او هتقول يوجد 100 مليون من السكان في بلدي لوجيبت مصر. تي ام فوتوغرافي تون بيي، يعني انت بتحب تصور بلدك، فبتقول جي ادور لا فوتوغرافي، يعني بعشق التصوير، وبتقول انا عندي آلة تصوير. هنا خاص بطلبة الأزهر، هو هي نفس المواقف زي ما قلنا، بس كل الموضوع إن أنا بختار اختيار واحد بس، هما ثلاثة أو أربعة، بختار اختيار واحد. تي ديموند تون أمي، يعني أنت تسأل صديقك سون أدريس عن عنوانه، تسأل صديقك عن عنوانه، فهتقول له إيه؟ لا ده هو اللي هيقول، هيقول جابيت أ ليون، أنا بسكن في ليون. تي ديموند تون أمي، أنت تسأل صديقك سون أدريس عن عنوانه، تي دي أنت بتقول له، هتقول له كالي تا ناسيوناليتي، ولا ايه اللغة، ولا اين تسكن، انت بتسكن فين. تي لوكاليزا لا بوزيسيون دو تون بيي، يعني انت بتحدد موقع بلدك، تي دي انت بتقول طبعا انا بحدد الموقع بتاع بلدي، فبقول سيت ان افريكا، دي في افريقيا. تي تنفورم، انت بتستعلم سيغ لا كابيتال دو لا فرانس، عن عاصمة فرنسا، تي دي انت بتقول طيب انا بتكلم بستعلم عن عاصمة فرنسا، فبقول لا كابيتال دو لا فرانس سي كوا، يعني عاصمة فرنسا هي ايه. تي دون ا ان توريست نو، تي ديموند، تي ديموند انت تسأل، تي ديموند انت تسأل ان توريست، سائح، عن جنسيته، هو هيقول لك جو سوي، انا مكسيكي. داكور، هو لو قال انا من بلوفيا غلط. لو في جنسية مباشرة اختارها، مع ان يعني هنا ما تدل على الجنسية، بس هنا دلت على الدولة اكتر. تي ديكري لي زابيتون، انت تصف سكان بلدك، فطبعا بقول هم لطف. تي دي موندا تون امي، انت تسأل صديقك ان يحدد موقع بلده، بتقول له فين بلدك، بتقول له بلدك أين توجد، يبقى أوسو تروف تون بيي، بلدك هي إيه، ده مش تحديد موقع. تون أمي، صديقك بيسألك سور كال كونتينو، على أي قارة توجد بلدك، فأنت بتقول له سيت أن أفريك، أنا في أفريقيا، أو أن أوروب، يعني جيب قارة يعني. تون أمي، صديقك تي ديموند بيسألك كال لونج أون بارل أون بلجيك، إيه اللغة اللي بتكلموها في بلجيكا؟ طبعا بلجيك بتكلم فرنساوي، فهنقول سي لي فرونسي، إنها الفرنسية. تي انفيت تون امي، يعني انت تدعو صديقك لزيارة مدينتك، فطبعا بتقول له فيان فيزيتي الكسندري، يعني تعال زور اسكندرية على اساس انها مدينة. تون امي، صديقك تي دي موند بيسألك لو تون كيلفي، عن حالة الجو في بلدك، فانت بتقول له ال بلو تونتر. تي دون دي زانفورماسيون، انت تعطي معلومات عن جزر الانتيل، فطبعا هي بتقول دي مجموعة من الجزر. سيتان انسومبل دو ايل، في المثال الاول في الجرامير او في الاستركتير، اسئلة القواعد، يعني لا ناسيوناليتي دو ميزامي، جنسية اصدقائي. طبعا احنا قلنا طالما اسمين ما بينهم دو، انا بشتغل دايما على الاسم الاولاني، فهشتغل على كلمة ناسيوناليتي، مؤنث يباخد كنديان.
روبرتو اموار، روبرتو وانا، اوني احنا بنكون. طبعا خلي بالك ان او هنا عايده على جمع مذكر، فهاخد ايطاليا. سي بيرسون، وانا عارف ان كلمه بيرسون دي مفرد مؤنث، هنا بقت جمع، يبقى جمع مؤنث، يبقى هاخد جريك. طيب جيم بكو لا بوبيلاسيون، بوبيلاسيون يعني السكان، المصريين، لان الصفه عايده على كلمه السكان. فهنا الكلمه دي مؤنث، هختار صفه مؤنث. ساره علي، ساره وعلي سون دول جمع مذكر، لان ساره وعلي يبقى جمع مذكر، يبقى اخد اليجريان اللي هم جزائريين. فوز افي لا ناسيوناليتي، انت بتمتلك جنسيه، طبعا بعد كلمه جنسيه الصفه تبقى مؤنث، يبقى اسبانيول. ايل سون جمع مذكر هتبقى ترك. ايل سون دورجين بعد كلمة اورجين انا باخد دايما مؤنث، يبقى اوس تو ري يان استراليان استو. ال زون دو كوبان يعني هم عندهم اصدقاء، هم عندهم اصدقاء، طبعا جاي في كلمة اصدقاء جمع مذكر هناخد كنديا. بعد كده عندنا طبعا نو بارلو لا لونج، احنا بنتحدث لغه، بعد كلمه لغه طبعا الصفحه هتبقى مؤنث، يبقى الموند. بندو لي فاكونس اثناء الاجازه، اون فا بنذهب. اون فا هنا طبعا كل القرارات بتاخد اون. مواجبيت الاندر المدن حتى لو انتهي بحرف اس بتاخد ام، على القاهره والفيوم وسينا وافر طبعا. جابيت اون انجلترا الدول تاخد اون. اون فا او بورتوغال لو الدوله مذكر مبدوع بحرف ساكن يبقى تاخد او. امستردام سيتان فيل او، طبعا لو الدوله جامعة او مجموعه من الجزر بتاخد او. ما فامي فواياج او مكسيك، طبعا المكسيك مذكر تاخد او. جي باس لي فاكونس او كير، القاهرة مدينة من مدن المذكر المعرفة اللي بتاخد او قبلها. ايل بلو بوكو ان اوروب، القارات كلها بتاخد او. كوبا طبعا هنا انتوا عارفين ان كوبا جزيرة صغيرة بتاخد ا. السنغال طبعا بتاخد او. بنسافر الصين طبعا بتاخد اون عشان اخرها او اهي. النيس دي مدينة فرنسية تاخد آ. المغرب طبعا بتاخد أو على أساس إنها دولة مذكر ومبدوعة بحرف ساكن. جانابيت أو، دي جزر جامع طبعا. أستراليا بتكون بلد في طبعا القارة بتاعت أنتاركتيكا، والقارات بتاخد أو. أنا بقضي الإجازة في الأمريكتين، ملاحظ إن هي جامع هنا الأمريكتين. فيتنام طبعا احنا عارفين انها مذكر هتاخد او. البرازيل هتاخد او. بروسل، بروسل بتاخد ا، مدينة دي طبعا. شيلي بتاخد او. دكور. طيب فو كال ناسيوناليتي، فو زافي يعني انت بتمتلك اي جنسية. لو دي مسبوقة بدو كنت خدت ات. مون فوازان جاري في على باز، طبعا هنا هقول يكون. بيير موا نو، طبعا نو هنا هتاخد نو سالو. كال لونج باغل، لان انا هصرف هنا مع الضمير اون. ابتدي جت لي لتقابل حرفين متحركين في حاله تقديم الفعل على الفعل. ما نضعش شرطه بقى، نضع تي ما بين شرطتين. مي بارون والدي فون، طبعا ده تصريف فيرب الي. اون طبعا هتاخد فا، لان اون بتتصرف زيه. اين، وبعدين قال له طبعا اين هنا، قال له اباري او انيس، يبقى اين تكون، انتوا بتكونوا فين، لانه ده له مكان، هي تذهب يا تكون. الجمله اللي بعدها مارك اتوا، اسم زائد توا بيساوي ضمير فو، يبقى ناخد ابيتي. الجملة اللي بعدها فو دو كال، جد دو يبقى تاخد ات، مفيش دو يبقى خد افوار، يعني انت بتكون من اي جنسية. الجملة اللي بعدها طبعا بتقول له جوليا بيكون من اصل روسي، فهناخد هنا فيرب اتر عشان المعنى طبعا. ناسيوناليتي تيا، ناسيوناليتي هنا جنسية، والجنسية دي مؤنث يبقى ناخد كال.
فيل يعني مدن، ودي جمع مؤنث يبقى ناخد كال في اس. القارات جمع مذكر يبقى ناخد كال. لونج طبعا هنا اللغة اللي انا بسأل عنها فهناخد كال مؤنث. هنا بسأل عن البحار فهناخد كال جمع مؤنث. فيلاج يعني قرية، ودي مفرد مذكر يبقى ناخد كال. عاصمة بلدك سيكوا ايه هي؟ شوف الأسئلة دي كلها عدت عليك قبل كده. سير كال كونتينون، طبعا كونتينون يا مذكر تاخد كال. سون لي زيجيبسيان تاخد كومون، لان انا بسأل عن الصفة ان هم زراف او لطاف. الجملة اللي بعدها فاتي اون فاكونس الو جي في او كندا، يبقى اين تذهب في الاجازة. بعدها توم يعني حالة الطقس هسأل عنها بكل طبعا. سبوسي تان فيل او برتغال، في البرتغال. انا اريد زيارة، بعد زيارة ما تاخدش حرف جر، هتاخد اداة معرفة. المصريين بيكونوا طبعا بشوشين، يبقى سوريون جمع مذكر. أصدقائي بعدها فصل يبقى ده أمر، يبقى تعالوا فيني تعالوا، هنا أمر بقى. في إيطاليا بنتحدث إيطاليا الإيطالي. طبعا دايما اللغة تعادل الصفة المذكر للجنسية. أوسو تروف طبعا أين توجد ماروك المغرب سيتان أفريك، إنها في أفريقيا. ان فرانس في فرنسا لو تون، دايما كلمة الجو دي تاخد فيرب اتر ماشي، لان انا عايز فعل وصفي، لكن الا تاخد في، ايه معاها في لوصف الجو زائد صفة بعدها. اجوردوي اليا، انا عارف ان اليا مع الكلمات الخاصة بالجو فهي بتاخد ايه؟ تاخد اداة تجزئة. طب كلمة فون، رياح، رياح دي مذكر، تاخد دي طبعا. لو لفيت ان يا با هاخد دو او دو ابوستر. دونو كارتير في الحي، جو مي دي بلاس، انا بتنقل، جو مو دي بلاس بتنقل. عايز حرف جر، طب فيلو دراجه، ها وسيله مواصلات خفيفه بسيطه مكشوفه، تاخد اه بدون محدد. مون كوزان ابيت الوكس، المدن كلها بتاخد حرف الجر اه. جانا مي، انا عندي صديق روس، روسي. ليه بسرعة رحت الروسي؟ لأن أنا صديق مذكر، وروسي وبلجيكي وسويسري، التلاتة دول مالهم يا جماعة؟ مؤنثهم زي مذكر. جي فواياج على ماغ، أنا مسافر إلى البحر بالسيارة ولا في السيارة؟ في السيارة. استبعدت انا بار عشان عايز أداة، استبعدت اه عشان دي وسيلة هخش جواها مغطاة، دوم بتعوز محدد. اكتب الكلام ده ورايا عشان اما انا اسيب اسئله محدش يقول لي ليه انت سايب الاسئله دي يا ميسيو ما حلتهاش، عشان هي اتحلت قبل كده والمفروض ان انت فهمت وهتحلها انت، لابد يبقى في مساحه خاصه بيك انت تحلها. او اين تي جرون بارون، يبقى ابيت عشان الفاعل هنا كلمه تي جرون بارون، ودي تعادل الضمير الى بيك اس يعني جديك. اجوردوي الفي، لقيت ايه الخد في ان يابا، طب ما احنا قايلين ان يابا بيجي بعدها دو او دو بصرف، يبقى انا هاخد دو لان الجمله منفيه وحولت ادوات التجزئه الى دو او دو بصرف في الجمله المنفيه. لو فليغ سون يعني الزهور بتكون، طبعا عارف كلمه الجمع مؤنث يبقى ناخد كولوري. لا ناتير الطبيعه اه، اي سوبر كل فصول السنه بتاخد اون، عدا ربيع ياخد او. اون ماي في شهر مايو، اون فا ان اوروب احنا بنروح لاوروبا، القارات كلها بتاخد حرف الجر اون بمعنى فين. مونا بارل دو تومبيي، يا مونا يبقى المنادى هنا ايه؟ مفرد. المنادى هنا ايه؟ مفرد، يبقى هصرفه مع ضمير ايه؟ تيو. سون لي بيزاج دو لا كومباني، انا عارف كلمه بيزاج دي كلمه جمع مذكر لان اللي اخره اج غالبا مذكر، يبقى هناخد كده. دون معناه مناظر طبيعيه. دون ما فيلا يعني في مدينتي، ان يابا احنا قلنا ان يابا خد بعدها دو او دو ابوستروف، طب هنا مونتاني جبال يبقى خد دو بس عشان بعدها حرف سلك. ميزامي اصدقائي، منادى جمع، يبقى اصرف مع فو، يبقى اخد فعل في اخر او زد، يبقى بريزونتي فو بيي، قدموا بلادكم. اليا اليا يبقى تاخد دولا عشان نيج هنا معناها تلج، ودي مؤنث. اوني فير معناها في الشتاء. ليزاربر سون فير جمع مذكر، لان ليزاربر يعني الاشجار ودي جمع مذكر. لي مونتاني سون اون، مونتاني جمع مؤنث، يبقى اخد بلونش اه ده في اون.
بعدها الصفة مفرد مذكر، يبقى خد بلون بس. أبغي في بري الفي، الجواب يكون يبقى الفي. اصطلاح بقى ايه؟ زائد في زائد صفة، عارفينها لما تيجي ال. لكن اخد ايه امتى؟ لما يكون في كلمة لوتون او عنصر من عناصر الكون. انكابيتا امستردام. اون بارل، نحن نتحدث الفرنسية في السنغال. فوز ابيتي، وبعدين شبر. شبر دي جزيرة عاملة زي شبر قبرص، مالت مالطا، وطبعا كوبا معاهم. فالثلاثة دول خد بالك ان هم بياخدوا ودي جزر صغيرة، فبتعامل معاملة المدن ولا ترتقي الى الدول، لكن هي ايه؟ تعتبر دول لها استقلال. تي فا الير او كاميرون. الكاميرون هنا مذكر، تاخد او. بي اي يبقى مون بي اي، مون بي اي. خلي بالك ان بي اي مفرد، انا عرفتها ازاي؟ بس ان بعدها الفعل مصرف مع مين؟ مع ال. لكده لان هتقابلني في جمله تانية والاقي مثلا بي بعدها سون، يبقى اعرف ان هي جمع. سي سون دو فيل بوبلي، انها مدن مكتظه بالسكان، فيها سكان كتير. جمع مؤنث، لان فيل جمع مؤنث. موني يبقى كال موني. اي عمله نستخدم في اوروبا؟ يبقى كال. ها لونيل، النيل سي تون فليف، انه نهر. كلمه فليف بقى نهر مذكر ولا مؤنث؟ بس نعرف كلمة مذكر وكلمة مهمة قوي عندنا وعرفها كويس قوي، اللي هي هتاخد اون هنا كلمة فلوف. مون بير، والدي. طبعا مهنة، يبقى انا محتاج فيرب اتر، فعل وصف. التامير، والدتك. الفيكوا، هي بتعمل ايه؟ لان انا عارف دايما ان انا اسال حاجة غير عاقل، خد كوا طالما جت في اخر الايه السؤال. بو علي، ليه بور بيجي بعدها مصدر فعل الذهاب الى السينما؟ سيلتو بلاي، اعمل ايه يعني؟ ساتري ايتور، طالما الفعل هنا مصرف مع تي يبقى الاولاني هيصرف مع تي، واقول برون، ما احذفش الاس طبعا الا لو كان قبلها او او. مارشي تو دروا، يعني ماشي دغري. جوسكو رون بوا، طبعا كلمه رون بوا دي كلمه مذكر، يبقى تاخد او مذكر مبدوء بحرف ساكن. سير كال كونتينون سي تروف تون بيي، طب خد خد كلمة تون بيي وحولها لمون بيي. جميل، واكتب سي تروف، واكتب انا في غير في افريقيا. داكو، طيب كال لونج تي بارل، اي لغة انت تتحدث؟ جو بارل لاراب، جو بارل لاراب. داكور، طبعا هتلاحظ الحته المهمه قوي ان انا عمليه التحويل في السؤال. ممكن اعوض عن كلمه مون بيي دي بالضمير ال وخلاص وخلص الموضوع، واقول ال سي تروف ان افريك. ممكن اعوض عن الجمله دي كلها واقول سي ان افريك، سي انها في افريك، سي ان افريك. داكور، عشان مش مثبت بس الكاميرا. Quelle est ta nationalité? Je suis égyptien. Combien de langues tu parles? Je parle deux langues. انا بتحدث لغتين. او تذكرهم l'arabe et le français. العربي والفرنسي. Quel temps il fait dans ton pays? ما حالة الجو في بلدك؟ il fait beau. الجو جميل. طب عاصمتها c'est quoi؟ يبقى la capitale de mon pays est le Caire. عاصمة بلدي. او le Caire c'est la capitale. بتكون العاصمة. لو كير سي لا كابيتال. سهل قوي ان انت تكتب، بس اقرا بعناية. طبعا قدم بلدك، قدم مدينتك، دي جمل سهلة. الامتحان زي ما احنا متعودين، مش معناها ان انا بسيب اسئلة، المعنى ان انت تبدأ تدرك بنفسك الاسئلة. كل الاسئلة اللي فاتت اتحلت وهي على نفس الشاكلة، على نفس الجمل اللي احنا خدناها، ماهيش جديدة. واي سؤال يقف معاك اكتبه لي وابعته لي على التليجرام او على الواتس، او اكتبه لي كومنت تحت، احنا مع بعض. داكو، طيب هنحاول ان احنا نشتغل احسن طبعا، وزي ما قلت لو حابب تستفيد اكتر، عايز ممكن تشترك معانا في حصص اونلاين احنا بنطبقها على زوم طبعا بمبالغ برضو رمزيه باذن الله. اتمنى ليكم دايما التوفيق، وخلاص قربنا نخلص المنهج. احنا عاملين حسابنا ان احنا نخلص الشهر ده منهجنا كله، هناخد شهر 11 و12 نراجع على كل جزئيه واحده واحده بالراحه ونفهمها مع بعض.
اورفار، في رعاية الله، واتمنى لكم دايما التوفيق. ما تنسوش تعليقاتكم ولايكاتكم تحت، شيء بيسعدنا جدا. اورفار.